ما اعرفش يا سعد، هو الطموح ان احنا ممكن نوصل في كاس العالم القادم، كاس العالم للانديه، خلاص انت هتلعب في كاس العالم توصلت للمركز الثالث. هل في طموح اكبر من كده في كاس العالم القادم؟ بمعنى ما اعرفش، انا امبارح في حلقه امبارح لقيت الناس كلها عماله تبعت تقول احنا عايزين ناخد كاس العالم، عايزين ناخد كاس العالم. هل ده طموح مشروع؟ هل ممكن ولا لسه بدري شويه؟ برضو عشان نقول للناس. والله يا كابتن اي طموح في الدنيا مشروع يعني. أوكي. وانت كلاعب كره لازم يبقى سقف طموحك عالي جدا وعايز تحقق كل حاجه. لسه تقريبا اللي وصل النادي الاهلي وتشيلسي لحد دلوقتي اللي بطوله كاس العالم، لسه هتشوف الفرق اللي هي اللي هتصعد، هتشوف مستوياتها، هتشوف قوتها برضو. احنا يعني اي لعيب في النادي الاهلي يتمنى ان النادي الاهلي يوصل لاعلى مكان، فاكيد بتشارك في اي بطوله نفسك تاخدها حتى لو كاس العالم الانديه، لكن ده مش هيبقى بالكلام يعني، محتاج تعب ومحتاج مجهود. السنه اللي فاتت هتديك دفعه، هتديك خبره ان انت بتشارك قدام فرق كبيره، فرق كلها رقم واحد في قارتها، فده موضوع مش سهل. بطل امريكا الجنوبيه، ده فرق بيبقى فرق كبيره دايما. أيوه. اوروبا، بقيه الاسيا، فمحتاج تركيز ومحتاج تعب ومحتاج يعني محتاج مستوى تاني من اللعب غير المستوى الافريقي غير يعني. المستوى الافريقي فان شاء الله نبقى، لكنه طموح مشروع للجميع ان احنا نقدر طبعًا نبص لهذا الكاس. طبعا اللي هو ده اللي ناقص يعني. الناس بتقول لك انتوا قفلتوا اللعبه خلاص، ففاضل كاس العالم يعني، كاس العالم احنا ناخده يعني. هو دايما جمهور النادي الاهلي عايز يشوف نادي رقم واحد في كل حاجه. طبعا فمن هنا بتيجي الضغوط والمسؤوليه على اللعيبه والاجهزه الفنيه والادارات. فان شاء الله ربنا قدرنا ونوصل يعني زي ما قلت لك، تشوف الدنيا وعلى اساس ده تبتدي تحضر نفسك كويس يعني.